بيصف فيه 25% من العمالة. ربع العمالة باشا، انت عارف اللي من دول الحالة ضيقة على الكل يعني. وبعدين احنا لو مشيناهم محدش هيشغلهم غيرنا، وهيجوعوا هم ولادنا. احنا لازم نعوض سرقة الألماس. ظبطها انت بس مع الشؤون القانونية كده، خليهم يخترعوا لهم اي تهم، جزاءات، اي حاجة. المهم يعني يمشوا من غير ما ندفع ولا مليم، ومن غير كمان ما يصدعونا بقى بحكاية التأمينات والعقود والمكافآت دي. ماشي يا باشا. انا عايزك تشغل الورش اللي تبعنا كلها، نغرق السوق بعيار 14 مدموخ 18 من غير ما اي حد يشم ان احنا ورا الموضوع ده. باشا احنا لما عملناها زمان وافقتك قلت لك اه، الواحد كان صغير وعايز اكبر معاك وعايز ابقى دراعك اليمين، لكن الموضوع دلوقتي خطر ويخوف. انا مش خايف على نفسي، انا خايف على معاليك وعلى المصنع والمحلات. وبعدين الست ملك ايه انت بقيت بتعترض كتير ليه؟ ما تهندسها زي ما هندستها زمان. لو كنت سمعت كلامك زمان بقى ما كنتش دلوقتي في الهلومه اللي انا فيها دي. تحت امرك يا باشا. والواد عامر اول ما يجيب لنا الحرامي لبسه اي تهمه واحبسه، مش عايزين ندفع ولا مليم. الصاغه محتاجه دلوقتي المعلم الشيمي رضوان، ونركن الشيمي باشا لحد ما المجاد يتعدي. واتش إت.